أول إشي الهدوء، السكر سكينة. ليه تتأثرتي طيب؟ المكان وريحة المكان والصور كلها عناصر بتصحي الذكريات وبتأجج المشاعر، فبيغص القلب شوي بدمعات، بتنشفها بسرعة ابتسامة، بيعززها الفخر بهيك عائلة استثنائية. هالعائلة خلفت موروث شعبي زخم. قد ما فيه إشياء وتفاصيل زخمة، تخيلوا هذا السجل جواته كل حدا زار الزاوية وضافها مسجل اسمه، مسجل من أي منطقة جاي، مثلاً من تركيا، العراق، سوريا، أفغان، بسجل اسمه وتفاصيل وبكتب كلمة شكر على الضيافة.